يقول الرب جل وعلا: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نعم، هذه الظاهرة التي رأيناها تتفشى في هذا المجتمع وبسرعة فائقة، ألا وهي ظاهرة الطلاق. ولا بد أن نعرف أن هذه الظاهرة هي جائزة شرعا، ولكنها يبغضها الرب جل وعلا. أتعرف لما؟ لأنها تفكك الأسر، لأنها تشرد الأولاد، لأنها تحطم المجتمعات. أمورها حالة لا يرتى لها، راها فيها ارتفاع نسبة كبيرة، وجو بونس حنا بكري ما كناش في هذه الظاهرة، كانت قليلة، نسبة قليلة. حنايا يعني هذا الشيء يرجع تاع الطلاق، يرجع لهذا الأول شيء، هذا المشكل نتاع السكن ونتاع الخدمة وكذا. دونك أنا جو فوا كيما بكري ما كاش هذا المالكري، كان والدينا صافي ما كاش خدمه بس كان قلال. ظاهره تاع الطلاق في المجتمع الجزائري راهي ظاهره عويصه وكارثه، وراهي النسبه راهي كبيره، النسبه كبيره الطلاق في الجزائر. ومنها من المشاكل، مشاكل كاين اجتماعيه، مشاكل عائليه، ومشاكل اقتصاديه. مام رب العائله ما عندهاش معنى لا منصب عامل قار باش يصرف على العائله تاعه، سي بور سا يصروا المشاكل بينه وبين الزوجه تاعها. وكاين مشاكل ما بين الزوجه والام الزوج واخواتها، كل شيء يصروا هذه المشاكل على بها يوصل النسبه للطلاق. فلا بد على هؤلاء الذين يقبلون على الزواج ان يعرفوا مسؤوليه هذه الاسره، وان يعرفوا ويقرأوا ما ياتي من وراء بناء الاسره، فلا نتسرع في ذلك. كثير من الناس يرى ظاهرة العنوسة، كثير من الناس يرى ظاهرة العزوبة، وكلهم يذهبون إلى الزواج، ولكن هل لنا مسؤولية في هذا الأمر؟ إذا لابد أن نعرف أن هذه الظاهرة الآن أصبحت خطيرة، والآن أصبحت في منعرج خطير جدا، ولا بد إن شاء الله تعالى أن نضع النقاط على الحروف، ولا بد أن نسعى دائما لأن نحافظ على هذه الأسر، كما قال الرب جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الحقيقة احنا ما كانش دخان بدون نار. ظاهرة الطلاق هذه اللي كنا نشوفوها كمحصلة في المجتمع تاعنا كلها أسبابها. أولا شبابنا نعرفوه يعني يقبل خطراش على الزواج، ولكن ما يعرفش المقدمات اللي تخلي الطلاق ينجح في آخر المطاف، لأن الطلاق لأن النجاح، نجاح الحياة الزوجية يعني مبنية على واحد الأسباب اللي يتخذها كبداية، لازم يتعرف على كما قال الرسول يعني سنة التعارف هذه تكون، لأن المغزى من هذا استمرارية الزواج هو ولا نجاح الزواج هو حسن القيام بحسن التعارف اللي في الحقيقة هي كنا نكبوا عليها نعرفوا المغزى تاعها. طلاق المشرع الجزائري اللي راه نص عليه في قانون الأسرة، والمواد اللي كثير الاستعمال بدات من 40 ل 53 اللي كاع الناس ولا تعرفها، كانت فيه إصلاحات، وكانت فيه تعليمات بالنسبة للطلاق، ولا سيما عند تسجيل قضية من القضايا تاع الطلاق، تسجلها المرأة أو تسجلها الرجل. الرجل عنده حق في الطلاق، والمرأة عندها حق إما في التطليق أو في الخلع. لابد أن يكون هناك صلح. كما رانا نشوفوا الآن نسبة الطلاق في الجزائر راهي كثرت، طلعت بزاف بزاف بزاف. الأسباب تعرف نقول لك الأسباب، الأسباب هي أسباب اجتماعية، باغ إكزومبل السكن، الخدمة، صدر العمل، العمل الإنسان عنده مدخول قليل ويكون عنده المشاكل مع الزوجة تاعه، وهذا لاش الناس ما راش متبع الدين تاعها. السبب ما يتوقفش هنا، وإنما سبب أسباب أخرى، أحيانا في بسبب الأسرة، أحيانا بسبب الكوب، أحيانا بسبب البيئة اللي يكونوا عايشين فيها، وفي غالبية الأحيان هو عدم القدرة على مواصلة العشرة الزوجية. لما ما تكونش هناك استطاعة
يكون هناك استحالة العشرة. إذا استحالت العشرة القاضي من هنا مباشرة يحكم بالطلاق ولا الخلع ولا التطليق.